اخويا جاوب من سكوتك ترجمت كل نايباتي يعني باكر اغفى بالبر واجمع ايتامي بعباتي ما اقدر انا عالهضيمه وضيعتي عيالي خافي تتركني بمصيبه ما الي والي خافي تسالني يتيمه وراسك قبالي شلون اوصل الرمح عم الرمح عالي عم الرمح تحكي ليا تحكي ليا آه راس ابويا من جرح ليا آه ارد نازلة من الرمح تحكي ليا آه راس ابويا من جرح ليا آه ارد نازلة من الرمح أمي قالت لي بالشماتة مقتلك أمي قالت لي كربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم، إليك في أبنائك مني أعظم الأنباء، إن الذين تسرعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء، فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء، ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع الأعضاء، ملقا على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي، رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى وغفيت جفونهم بلا إغفاء، أطفالهم بلغوا الحلم بقربهم شوقا إلى الهيجاء للحسناء، يا خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء، يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا الشاعر يشير إلى الإمام الحسن والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهما، يخاطب الإمام
يقول لي يا أيها النبأ العظيم، لأن من ألقاب الإمام النبأ العظيم. يا أيها النبأ العظيم، يا أيها النبأ العظيم، إليك في أبناك مني أعظم الأنباء، إن الذين تسرعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء، أولادك الحسن والحسين اللي تقدما يقاتلان دونك في يوم صفين في هيجاء الحرب، إن الذين تقدما يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء، فأخذت في عضديهما تثنيهما، عما أمامك من عظيم بلائي. أنت ما رضيت يا أمير المؤمنين، هذه لها قصة، قصة تاريخية عظيمة، وهي أن الإمام أمير المؤمنين في يوم صفين كان كلما أراد الحسن والحسين الدخول في الحرب كان يمنعهم، يردهم، يصدهم، بينما ولده محمد بن الحنفية اللي راح نذكره باكر إن شاء الله، باكر غدا مجلسنا عن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية كان يدفع إلى القتال. أولا هو إمام معصوم، حجة الله على الخلق، يعمل بعلم الإمامة، لكن إحنا نبي نشوف الظواهر أيضا، ليش كان يصنع هذا؟ فكان بعض الناس يجي يحرض محمد بن الحنفية، يحاول يحرك محمد بن الحنفية، يقول له أنت أبوك يلقي بك بالأهوال، يلقي فيك في لهوات الحروب ويمنع الحسن والحسين، ليش؟ فكان هو محمد يجيب، عنده جواب جميل يجيب، كان يقول أنا ابنه والحسن والحسين أبناء رسول الله، أنا ابنه والحسن والحسين أبناء رسول الله، فيمنع أبناء رسول الله، أنا ابنه ما يخاف علي. وهو يأتي، وهو يأتي محمد إلى علي أمير المؤمنين، إلى أبيه أمير المؤمنين، يقول له أبا يا أمير المؤمنين، أنا تلقيني في لهوات الحروب وتمنع الحسن والحسين، إش عجب؟ فكان يقول له هما الحسن والحسين هما عيناي وأنت يدي، وإن الرجل ليحمي عينيه بيده، إن الرجل ليحمي عينيه بيده. شوف الأجوبة العظيمة الجليلة. وكان يقول الإمام في يوم صفين، كان يقول امنعوا عني هذين الغلامين لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله، ما أريد ينقطع، يقتلان وينقطع نسل رسول الله. طيب الآن سؤال، الإمام عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف أن الحسن والحسين راح يعيشون وراح يكون منهم نسل رسول الله، والحسن يدس إليه السم والحسين يقتل في كربلاء، هذه كان يعرفها ولا ما يعرفها؟ لا شك يعرفها. إذن ليش يقول في يوم صفين امنعوا عني هذين الغلامين؟ الجواب لشيئين، الأمر الأول لأمرين، الأمر الأول أن الإمام عليه الصلاة والسلام وكذلك النبي والمعصومون جميعا يعملون بظواهر الأمور، مأمور أن يعمل بظواهر الأمور، ما يعمل بعلم الغيب اللي عنده، علم الغيب في وقته، وقت الحاجة لعلم الغيب، أما في الظواهر لا، يعمل بالظاهر. ورسول الله صلى الله عليه وآله ما يعرف في يوم أحد يقتل حمزة، طيب ليش يبعث حمزة؟
نعم يقتل، لكن هو لازم يعمل بواجبه الظاهري. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كان علي عليه الصلاة والسلام منذ ذلك اليوم وقبل ذلك اليوم يظهر فضلهما، يبين للناس فضلهم، عظمتهم، جلالة قدرهم. احنا عنده شواهد كثيرة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده الإمام أمير المؤمنين كانوا دائما يذكرون أهمية الحسن والحسين، عظمة الحسن والحسين، مقام الحسن والحسين، منزلة الحسن، يبينان ذلك للأمة للناس حتى يكون الناس على بينة من أمرهم تجاه هذين العظيمين، هذين السيدين الجليلين. وأضرب لك مثال، ذكرت لكم أمس أحاديث رسول الله في حق الحسن والحسين وأنتم حافظينها تعرفونها، إمامان قاما أو قعدا، سيدا شباب أهل الجنة، ريحانتاي من الدنيا. وقبل أحاديث النبي، قبل أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله، آيات القرآن يا الأخوة العامة يكتبون، غير الشيعة، العامة آيات تذكر الحسن والحسين. على سبيل المثال أنا على عجل أذكر منها سورة هل أتى، نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين ويقال خادمتهم فضة، سورة هل أتى كلها. طيب سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، هذه نزلت في فاطمة الزهراء وأبنائها. الشاعر يقول وسورة الكوثر اختصت بها شرفا وحسبها سورة تسمو بعلياها. بعد آية المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أبناءنا وأبناءكم أبناء رسول الله، منو؟ ما نعرف منو، نشوف رسول الله من اللي ياخذه، والقرآن يقول له أخذ أبنائك ونسائك وأخذ نفسك. نشوف رسول الله شي يسوي في مقام الأبناء، باتفاق الآراء وإجماع المسلمين في مقام الأبناء أخذ منه الحسن والحسين، فهما ابناء رسول الله بنص القرآن، بتعيين القرآن. وفي مقام النساء عنده زوجات، لكن ما أخذ زوجاته، إنما أخذ الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ويأخذ نفسه. زين الرجل يأخذ نفسه، يقولوا له أخذ نفسك، لا يقال له أخذ نفسه. إذن أكو واحد هو نفسه في مقام نفسي أخذ عليا عليه السلام. أقول أيها الأخوة، آيات في فضل الحسن والحسين، أحاديث رسول الله. بعد ذلك تعال شوف سيرة الإمام سلام الله عليه مع الحسن والحسين. الإمام أمير المؤمنين ذكرت لك في صفين يخاف عليهم، يرفع شأنهم، يقول له لمحمد بن الحنفية، يقول له أنت ابني، وذولا أبناء رسول الله لهم مقامهم. وبالفعل كان محمد بن الحنفية يعظمهما، مو بس محمد بن الحنفية، عبد الله بن عباس حبر الأمة، كان يمسك بزمام جواد الإمام الحسن، فرس الإمام الحسن والحسين، يمسك زمام الفرس إلى أن يركبون ويقود شوية، يمشي معاهم يقود فرسهم. قالوا له ليش تصنع هكذا، أنت ابن عمهم، أنت هاشمي، أنت قرشي. قال ابن عباس، قال بهذا أمرنا رسول الله.
رسول الله أمرنا، قال لازم تحترمون الحسن والحسين. طيب الآن خلي نتوقف شوية. أمس تحدثت لكم عن بعض جوانب من حياة الإمام الحسن، والليلة أتمم لكم بعضها. جاء صبيان أيها الأخوة، طفلان صغيران أجوا للإمام سلام الله عليه، عندهم قضية يطلبان من الإمام أن يقضي بينهما، يصير حاكم يصير قاضي بينهما، وهما صغيران. الإمام قال لهم شنو الموضوع؟ قالوا له يا أمير المؤمنين أو يا أبا الحسن، أنا كاتب خط، أحدهم يقول أنا كاتب خط وصاحبي كاتب خط، شوف أنت أينا أجمل خطا، من اللي خط أحلى أجمل؟ فالإمام شاف ذولا يعني صبيان وفي قضية صغيرة، حولها إلى منه؟ إلى قاضي عالم لكن صبي مثلهم بالعمر، صغير مثلهم، حولهم للإمام الحسن. قال لبني احكم بينهما. وكثيرا ما كان يحول الإمام قضايا حتى قضايا كبيرة إلى ولده الحسن. قال لبني أنت صير القاضي بينهما، ولكن اسمع، يقول لولده الحسن، يقول لبني هذا حكم الله، فانظر كيف تحكم فيه، فإن الله سائلك عنه يوم القيامة. يخليه قاضي بين صبيين لكن يقول له ترى هذا حكم الله، يعني الحكم اللي تصدره في القضاء أيا كان القضاء، أي قضية، أنت قاضي أنت حاكم شرع، لما تصدر حكم الحكم لازم يكون حكم الله. حكم الله شنو؟ هو العدل، يعني لازم تحكم بينهما بالعدل، وترى الله يسألك والله سائلك عنه يوم القيامة. فحكم بينهما الإمام الحسن المجتبى، هذه واحدة. والأخرى في زمن الخلفاء، قتل رجل، واحد انقتل، الحرس دخلوا خربة شافوا واحد رجل مقتول، توه مقتول وعنده شخص واقف عند رأس المقتول وبيده سكين ملطخة بالدم، أخذوه ألقوا القبض عليه، وهذا ما تكلم ما دافع عن نفسه، ودوا أحاله للمحكمة، حكموا عليه بالقتل، لازم تقتل، القاتل يقتل. فلما حانت ساعة الصفر لازم السياف يفصل رأسه عن بدنه يقتله، طلع واحد من بين الناس من بين النظار قال لا تقتلوا لا تقتلوا، هذا مو القاتل، أنا القاتل، أنا اللي قتلت. شلون كيف؟ قال الحقيقة أنا قتلت، وأنا ضميري ما سمح لي الآن أقتل واحد وأصير سبب في قتل بريء ثاني، الحقيقة أنا القاتل. فقيل لهذا الرجل الأول اللي بيده السكينة، لقوه بيده سكينة ملطخة بالدم، قالوا له مو أنت القاتل؟ قال لا. طيب ليش ما دافعت عن نفسك؟ ليش ما قلت مو أنا القاتل؟ قال وما عساي أن أقول، شو أقول؟ لقيتوني عند المقتول وبيدي سكين ملطخة بالدم، شو أقول؟ شلون أدافع عن نفسي؟ والواقع واقع الحال أنا قصاب، ذبحت ذبيحة ثم دخلت الخربة لقضاء الحاجة، وإذا بالحرس دخلوا علي وأنا بيد السكين اللي توني ذابح، فأخذوني واتهموني. طيب الآن لابد من حكم الشرع. حكم الشرع شنو؟
أجوا إلى الإمام سلام الله عليه إلى الإمام أمير المؤمنين ليحكم في هذه القضية. الإمام حولهم إلى ولده الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. الإمام حكم أصدر حكم قال أما هذا الأول فهو بريء خلاص في أمان، وأما الثاني مدان قاتل صحيح، لكن ندفع ديته دية المقتول من بيت المال ولا يقتل. هذا القاتل الحقيقي لا يقتل، إنما المقتول ندفع ديته من بيت المال. ليش؟ قال لأن هذا قتل نفسا نعم، لكن في نفس الوقت أحيا نفسا أخرى، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبالفعل دفعت دية القتيل من بيت المال بحكم الإمام الحسن المجتبى. وذكر في كتاب الثاقب في المناقب، لو وجدت خصوصا الأخوة الشباب لو شفتوا كتاب الثاقب في المناقب أخذوه كتاب جيد، ذكر هناك من فضائل ومعاجز وكرامات الإمام الحسن المجتبى. يقول كان رايح إلى سفر الحج، وأنا ذكرت لكم أمس أن الإمام حج 25 حجة ماشيا على قدميه، والنجائب تساق بين يديه، عنده نجائب، عنده خيول نجيبة، عنده إبل، عنده مراكب، لكن يمشي يريد يعني ثواب الله. سفر من سفرات الحج خرج ومعه غلامه وبعض أصحابه، في الطريق تورمت قدماه بأبي وأمي، صار ورم في رجله من كثرة المشي وتعب من المشي، فجلس في مكان ما في الطريق ليستريح. التفت لغلامه قال شوف هذا المنزل القادم، منازل المسافرين كانت سابقا في الطرق خانات ومنازل المسافرين يستريحون فيها ينامون فيها. الإمام يقول له هذا المنزل الجاي، هذا منزل قريب، ستجد فيه رجل أسود اللون يبيع مرهم يبيع دهن، اشتري من الدهن المرهم مرهم العلاج. هذا شغله قاعد في الطريق طريق المسافرين عند مرهم لعلاج أورام الأقدام. الإمام يقول له اشتري من الدهن هذا المرهم يعني بأي ثمن، يقول ولا تماكسه، يعني لا تقول له مبلغ قليل كثير، شي يقول لك تعطيه. فقال الغلام يا ابن رسول الله أنا سنوات في هذا الطريق ماكو منزل، هنا قريب علينا ماكو منزل، لازم نمشي أميال حتى نصل إلى المنزل. فالإمام قال له هو كما قلت لك، ما لك شغل، راح تشوف منزل ورجل يبيع دهن. يقول مشينا قليل بالفعل وصلنا إلى منزل أنا ما كنت شايفه، ورأيت رجل مثل ما وصفه الإمام الحسن، رجل أسود شوية غالب عليه السواد في وجهه ويبيع مرهم. فقلت له بكم هذا المرهم؟ قال بكذا مبلغ، فأعطيته المال دون مماكسة. خذت منه وأركض، فصاح لي الرجل، صاح لي ناداني قال لي ويحك يا غلام لمن تريد، وين رايح، لمن تريد هذا الدهن؟ قلت له لمولاي أبي محمد الحسن المجتبى. قال عجيب، الحسن المجتبى، خذني إليه، خذني وياك وديني للحسن المجتبى. فأخذته أتيت به إلى الإمام الحسن المجتبى، دخل على الإمام سلم قال له بأبي وأمي يا ابن رسول الله أنا والله ما أدري هذا المرهم لك، ولو علمت ما كنت أخذ ثمنه،
والآن أرجع ثمنه. فرفض الإمام أن يعيد، قال لا هذا المال خلاص هدية أخذه خذه لك. ثم قال يا ابن رسول الله أنا عندي حاجة، حاجة سريعة، أرجو أن تدعو لي في حاجتي. شنو حاجتك؟ قال أنا تركت امرأتي في ألم المخاض، جاه المخاض في حال الطلق، جاي تلد، أنا طلعت على باب الله أشتغل ثم أعود. فقال له الإمام عد إلى بيتك، فإن الله سبحانه وتعالى رزقك ولدا ذكرا سويا وهو لنا شيعة. أعطاك ولد ذكر سوي، ما في علة، ما في أمراض، ما في إعاقات، ما في مشاكل، سوي، وبعد وهو لنا شيعة يحبنا أهل البيت. فعاد الرجل إلى أهله، بالفعل دخل على زوجته فوجدت له ولدا، ولدت له ولدا سويا ذكرا. فعاد إلى الإمام، أخبر الإمام، قال يا ابن رسول الله خبرك اللي أخبرتني به تحقق، بالفعل زوجتي ولدت هذا الولد السوي، وأرجو الله أن يجعلني وإياه وأهل بيتي من المحبين لكم أهل البيت. واستعمل الإمام هذا المرهم وزال الورم من قدمه حتى استطاع أن يمشي، يواصل المشي. هذا الإمام الحسن، لو حقيقة لو واحد ليالي متواصلة يتحدث عنه، عن فضائله، عن علمه، مناقبه، جهاده بين يدي أبيه أمير المؤمنين، صبره، تحمله، لا تجد لهؤلاء مثيل، ما لهم مثيل. هذول اجتباهم الله، اختارهم، اصطفاهم، ما تقدر تستبدل بهم غيرهم. ابن العرندس رحمة الله عليه الشاعر يقول هم النور، نور الله، هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. اللهم صل على محمد. فلولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الوجود، ولا عمرو، ولولاهم نار الخليل لما غدت سلاما وبردا وانطفى ذلك الجمر، ولولاهم يعقوب ما زال حزنه، ولا كان عن أيوب قد كشف الضر. هؤلاء أئمتنا الذين نعتز بهم، نفتخر بهم، حقيقة ما في أحد عنده غير المسلمين، ماكو واحد عنده سادة، قادة، أئمة، عظماء مثل الأئمة الأطهار، أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. طيب، والإمام الحسن أيها الأخوة له مواقف مع أبيه كما ذكرت لكم، عند مواقف في حروب الإمام، الإمام عليه الصلاة والسلام أيام خلافته تعرفون سببوا له حروب، فخاضها، خاضها مجبرا في يوم صفين ويوم الجمل ويوم النهروان، هذه الحروب البارزة الثلاثة، عند غيرها الإمام أيضا خاض حروب أخرى، هذه الحروب الثلاثة اشترك فيها الحسن والحسين، كانوا مع أبيهم أمير المؤمنين يقاتلان قتال الأبطال، كذلك كان سائر أولاد الإمام
منهم كما ذكرت لكم محمد بن الحنفية، ومنهم العباس أبو الفضل العباس سلام الله عليه قمر العشيرة، أيضا له موقف في صفين لعلكم سامعين أو تسمعوه في المستقبل. فكان الإمام عليه الصلاة والسلام عند هذه المواقف في قضية أيها الأخوة تتداول على لسان بعض المؤرخين ذاك اليوم واليوم أيضا، يقولون عن الإمام الحسن أنه كان مزواج، يقولون تزوج 300 زوجة، يقولون كان الناس يستشيرون الإمام سلام الله عليه يقولوا له نزوج ولدك الحسن، يقول لا لا تزوجوا فإنه مزواج مطلق. ومن هذا الكلام من هذه الخزعبلات، أنت تعرف أول واحد تحدث بهذا يعني عمر الإمام الحسن، لا أحد يتحدث في هذه القضية، أول واحد تحدث بها كان المنصور الدوانيقي. المنصور الدوانيقي أيها الأخوة كان عنده عداء شديد لأولاد الإمام الحسن. ليش؟ لأنه خمس ثورات وأكثر قامت في عهده ضد الدولة العباسية كلهم حسنيون، كلهم أولاد الإمام الحسن المجتبى. لذا كان يصعد المنبر يشتم الإمام الحسن، يصعد المنبر يكذب على الإمام الحسن. هذا الكلام أطلقه المنصور الدوانيقي، أول من أطلق هذا الكلام هو المنصور الدوانيقي، واخترع من نفسه ومن أصحابه هذا الكلام. نعم الإمام عنده مجموعة زوجات، بعضهن ماتت وبعضهن طلقهن، ما تتجاوز زوجاته طول عمره، يعني ما تتجاوز زوجاته 12 زوجة. وعنده ذكرت لكم قبل كم ليلة الليالي الأولى لما بدأنا المجلس ذكرت لكم أولاده، ومن أولاده الحسن ذكرت لكم الحسن المثنى والحسن المثلث، وذولا تركوا ذرية. يا سبحان الله، أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون ذرية رسول الله من الحسن والحسين، هذه إرادة الله. بنو أمية وبنو العباس كانوا خلاف هذه الإرادة. أيضا ذكرت لكم في يوم عاشورة وقف بن سعد على خيام أبي عبد الله الحسين، الرجال قتلوهم، الشباب قتلوهم، الآن بقوا نساء وأطفال، وعلي بن الحسين زين العابدين وقف على خيام الحسين قال لا تدعوا لأهل هذا البيت، أهل بيت الرسول يعني، لا تدعوا لأهل هذا البيت عامر دار ولا نافخ نار ولا طالب ثار، يعني لا رجل ولا مرأة ولا طفل صغير، أبيدوهم. هذه نيته، هذه كانت نيته. كذلك من بعدهم العباسيون، ولم يبقى من ذرية رسول الله في يوم عاشوراء إلا اثنين، واحد من أولاد الإمام الحسن، واحد من أولاد الإمام الحسين. واليوم كل الدوحة المحمدية الشريفة، كل الذرية كلهم في كل مكان في كل أنحاء الأرض من ذول الاثنين. بقي للإمام الحسن ولده الحسن المثنى، ذكرته لكم، أخذوا خواله أصيب بجراحات، وخواله في جيش بن زياد كانوا خوارج، أخذوه عالجوه فعاش، وكان منه كانت منه ذرية الإمام الحسن المجتبى. ومن سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عاش منه زين العابدين، علي بن الحسين زين العابدين، وكانت منه كل ذرية الإمام أبي عبد الله الحسين. هالذرية الطاهرة اللي موجود اليوم كلهم من هذين، الحسن المثنى
وعلي بن الحسين زين العابدين، الشهرة في أولاد فاطمة، نعم في هاشميين بس مو من أولاد فاطمة الزهراء، يقال لهم هاشميون، إنما من أولاد علي وفاطمة بس هذول الاثنين، الحسن المثنى وعلي بن الحسين زين العابدين، بهم بالإمام الحسن بالإمام الحسين حفظت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. وذاك اليوم ما يطيقوا لأن كانوا يرون السلطة كانت ترى فيه الشرعية، الشرعية الحقيقية، الشرعية الواقعية في الإمام الحسن. الإمام الحسن لأنه في كتاب الهدنة، الكتاب اللي وقعه مع السلطة ذاك اليوم، هادا يعني لم يتنازل عن حقه، إنما دخل في هدنة، فإذا انقضت أيام الحاكم الخلافة تعود إلى الإمام الحسن، وإن لم يكن الحسن على قيد الحياة فلأخيه الحسين، إنما خالفوا وغدروا كما هو يعني شأنهم وحالهم، كما هو حالهم وشأنهم. حشد الخليفة ذاك اليوم لولده يزيد، وأخذ البيعة من الناس ليزيد، ودس السم إلى الإمام الحسن سلام الله عليه، فقضى مسموما صابرا محتسما، مات الإمام الحسن نعم، لكن بقيت آثاره وكراماته وذكره وطيبه وأخلاقه. اليوم المسلمون جميعا وبدون استثناء يطأطئون عظمة وإجلالا لأبي محمد الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرت لكم أمس كيف حضر أبو عبد الله عند أخيه، نظر إليه وجده يقذف كبده قطعة قطعة، هذا السم سرى في بدن الإمام وقطع كبده قطع أعشاءه. فلما دخل عليه أبو عبد الله ونظر إليه بتلك الحالة صار يبكي، الحسين بأبي وأمي صار يبكي، يقول لأخي من فعل بك هذا يا أبا محمد؟ قال وما تريد أن تصنع به؟ ليش تسأل عنه؟ قال حتى عاقبه انتقم منه. قال فإن كان الذي أعرف فأدع أمره إلى الله. وفي هذه الأثناء دخلت أخته زينب، نظرت إلى أم المصائب بأبي وأم، نظرت إلى أخيها وهو يقذف كبده قطعة قطعة، بكت عند أخيها. قبض الإمام الحسن، أمس ذكرنا إحنا مصيبته، قبض الإمام الحسن وحملوا جنازة الإمام، حملوا إلى قبر جده منعوهم، فعمل بوصية الحسين، عمل بوصية الحسن، نقل جنازة الإمام إلى البقيع ودفنه في محل قبره. الآن رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. هذا الحسن، الإمام الحسن المجتبى، عضيده، أخوه، ابن أمه، بكى له نعم، تألم لحاله نعم، صار يرثيه بأبي وأمي نعم، لكن عند الحسين موقف مع أخيه الآخر، مع أبي الفضل العباس في كربلاء، قال كلمة عند العباس لم يقلها عند الحسن، فعل فعله ما فعلها عند الحسن. أقبل نحو أخيه أبي الفضل واضعا يده على خاصرته، انحنى علي، نادى أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، حنا فوق يشم وشبك يديا، أو صاح حسين خويا الله وقمار،
يا وصاح حسين خويا الله يا 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 هوايا يا اكبر يا خويا مني نجتني هالرمية يا خويا الساعة وقع بيتي علي يا ابو فاضل يا خويا قطعت بي اي واشوف لك على الغبرة يا ابطا يا ابا يا خويا ايس السكنة من الماي تجي يم ذليلة وتوقف عذاي يا خويا من العطش رادت تجي وياي اي تقل لك وين وعدك يا مجكا اي تقل لك وين وعدك يا 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 مشكا يا خويا ليش هالنوم الطويلة يا خويا الطفل عقبك طال ليلة يا خويا ما كنت تسمع عويلة يلوج من العطش لما انقضى وخار هاي يلوج من العطش لما يا 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 انقضى وخار يا يا عباس العذر شنهم من روح الخيمة سكينة تناشدني ابو يا حسين جا عم البطل وين اقلها مقطع جفوفي او صابه وبالسهم عينه او هامت عمك العباس يا ابو يا العمد هاجم يا ابو يا العمى يا 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 هاشم هيا هيا يا خويا ولا لفت زينب او قالت لي يا خويا حسين لفيت من الحرب وحدك شفيلي وقمايار هاشم وين اقلها على النهر نايم اقلها مقطع جفوفايا او صابه وبالسهم عينه اتخاصر على عضيده اي ودع وصعد انفاك يا جمرة الكون الذي ما قط تندى اي ظهري تراه انكسار اي من فقدك يا عبا اسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم العزل ادل الاكرم يا الله يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله اللهم اقض حاجاتنا، اكشف كرباتنا، فرج همومنا، اشف مرضانا، اشف أمراضنا. المرضى المنظورين من عليهم بالشفاء والعافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين. جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس، تقبل عملهم واقض حاجاتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات. جاوب من سكوتك ترجمت كل نايباتي، يعني باكر اغفى بالبر واجمع ايتامي بعباتي. ما اقدر انا عالهضيمه وضيعتي عيالي، خافي تتركني بمصيبة ما إلي والي، خافي تسألني يتيمة وراسك قبالي، شلون أوصل الرمح عم الرمح عالي، عم الرمح تحكي ليا تحكي ليا. آه راس أبويا من جرح زلايا، أرد نازلة من الرموح تحكي ليا. آه راس أبويا من جرح زلايا، أرد نازلة من الرموح.